وقد حب الله تعالى أهل هذا البلد، أهل عمان، بهذه الأخلاق العظيمة وهذه الخصال النبيلة وهذه المعاني السامية، وهذا أمر اختص الله تعالى به أو كرم الله تعالى به أهل هذه البلاد، وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى قوم ليدعوهم إلى دعاية الإسلام فسبوه وشتموه وآذوه، وعاد إليه فأخبره، قال له صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا شتموك، لو أن أهل عمان أتيت، أي لو جئت أهل عمان لما سبوك ولما شتموك ولما ضربوك. وهذه شهادة عظيمة تعلق على تاجا أو تكون تاجا على الرؤوس وقلادة في الأعناق، وتكون نبراسا للمسلمين أهل هذه البلد ليعرفوا قيمة هذه الأخلاق وما تحدثه من علو المنازل والمراتب. وهذا الأمر ليس أمرا حديثا، بل هو أمر متجذر قديم فيهم من حين أن أسلم أهل عمان، تميزوا بهذه الميزة العظيمة وشهد لهم بهذه الأخلاق الرفيعة بالحلم والكياسة والفطانة والحكمة وحسن الاستقبال وبذل المعروف وكف الأذى.